المراسلة ديالكم لبلونصا حول المسألة ديال الأعلاف؟ لا الوزارة الفلاحة ولا لونصا؟ لونصا ما يمكن تفصل فيها بالضبط كيفاش تم التواصل وكيفاش تم التفاعل ديالكم بالنسبة للكسب؟ لا لا ما كاينش تفاعل، ما كيتفاعلوش معنا، كأنك كتسردها لابوبيل، ما كاينش. مع العلم أنه الدور ديالها الدور ديالها ومسؤولية ديالها، أنا كنقول لك حتى مني كان دخول ديال الإنفلونزا الطيور قبل 2016 راسلناها وما تجاوبتش، حتى اضطرينا نعملوا خوفنا من شي مشكل، عملنا اخبار لوزاره الداخليه. كان ديك عبد الله الجناتي هو اللي كان رئيس. عبد الله الجناتي هو الاخراني، كنظن ما عرفتش واش بنت تهامي، كنظن كان باقي بنت تهامي. ياه. كان باقي 2015 كان باقي ما جا زناتي، حنا كنا تفاءلنا خيرا قدوم سي زناتي، ولكن للاسف. للاسف ما شنو؟ للاسف ما كاين تجاوب. ما كاين تجاوب لحدود الساعات وتغيير الرئيس لا ما كاينش، كاين استراتيجيه يعني فهمتي، بحال اللي تقول المستثمرين متحكمين في دواليب ديال الاداره. ديال لونصا. لا ديال لونصا ولا وزاره الفلاحه. انا كنقول لك التفاصيل كيف ما غنعطيك تفاصيل اكثر من هذه، لان مثلا نعطيك المهام المكتب الوطني للسلامه الصحيه خرج بقانون 25/08 كنظن 25/08 لتطبيق قانون 28/07 دابا بقاو كيتخربقوا 28/07 هذا القانون 28/07 كيخص كل محمل المسؤوليه المكتب الوطني مراقبه المنتوج من البدايه الى النهايه، بمعنى من حبه الزرع الى حتى داك الطرف ديال اللحم اللي غادي تجبروا انت في واحد النقطه ديال البيع. هادشي هذا ما كاينش، لان ملي كتجي الاخر كتقول لك هذاك دابا ملي كندخلوا معها لان هي ملزومه باش تراقب الدجاج من الى كتقول لك لا ماشي الدجاج دابا ما نعطيك مثال ماشي معك انا بعيد لواحد القضيه بان لحوم الدواجن خصها توقف في واحد الدرجه مئويه بين 0-3 دوغري اللي مذبوحه، واش انت كتلقى اللحم في السوق مذبوحه 0-3 دوغري سي سا، دونك هذيك اللحم اللي ما كانتش بين 0-3 دوغري خصها تسيزا، بمعنى مازال ذاك الدجاج اللي بالروح كيذبحوا يعطيه لك كيكون اجود يعني عنده ضمانات اخرى فعلا طبعه الطبيب وكانت 0-3 ولكن اللي تهزات ومشات تفرقت واش بقات محافظه على ديك 0-3 ما بقاتش، يعني المكتب ما تيديرش المراقبه ديالو وتيساهم في التثمين ديال المغاربه. تقدر تكون لان ما طول ما عندنا شي تحاليل وما عندنا شي، والمشكل ما عندناش مختبرات اللي مثلا الجؤولة وتكون معترف بها لدى المحاكم، هذا مشكل اخر عندنا احنا. انا دابا مربي شريت العلف وخرج لي العلف ماشي مزيان ولو غنقص بروتينات عاد ما غنمشي، خصني نمشي على المكتب الوطني للسلامه الصحيه، نمشي على المكتب الوطني للسلامه، انا ما عنديش التكاليف، انا ما كنربحش كنخسر، وغادي نزيد نمشي نعمل التحاليل ما نقدرش، فهمت كيفاش؟ دونك الولوج المختبرات مازال قبل، انا عندي تحاليل قبل المكتب الوطني للسلامه الصحيه لا ديال الفلوس ولا ديال الماء ولا هذيك، كانت عندنا تحاليل كتخرج في واحد الوقت وجيز. دابا اليوم انا عندي الفلوس الا ديتو المختبر كتخرج لي النتيجه حتى على 11 يوم، والفلوس الفتره الزمنيه ديالو 40 يوم، انا ملي غتعطيني التحاليل على 14 ولا طاح مع السبت والحد يعني 15 يوم، اش من تحاليل بقى لينا لا صالحين لي، هو كيقول لك انفو جامي فاكسيني انتخ يعني مخلوق مريض، بمعنى ان الفلوس جبته ما عرفتش واش مريض ولا ماشي مريض. باش غنعرفو خصني نديه للمختبر، المختبر يعطيني التحاليل على 15 يوم، وانا خصني في ظرف 15 نكون درت له دو فاكسان، فاكسان الاولاني وفاكسان الثاني، ولا عملت الفاكسان في الفلوس كان مشكوك فيه غادي يموت لي، او غادي يبقى مريض. فهمتي؟ دونك هنا كاين نقص ديال التتبع، كاين العشوائيه رغم وجود المكتب الوطني للسلامه الصحيه، وكيتحمل المسؤوليه ديالو في المراقبه. فهمتي؟ ديال المنتجات كاملين.